هنيئا لنا وهنيئا لجمعية أطلس وخصوصا لجنة البيئة بعد نهاية المشروع ديال الكراسة. كان هذا هو ثاني كرسي ركبناه بأغبال سخمان، والحمد لله اليوم سالينا هذا المشروع ديال تركاب الكراسة. وكان عندنا إشكال هو أن الطوموبيلات كما كتشوف معنا كانوا هنا كيدخلوا وما كانوش الناس كياخذوا راحتهم، لهذا جات البيئة فكرات وداروا هذا البراد. واليوم جينا إن شاء الله باش نلصقوا بحال هذا الشكل لصقات، باش على الأقل الطوموبيلات اللي غيبلصوا بلي هنايا يبان لهم. راه غتشوفوا معنا إن شاء الله ملي غتلصقوا. واليوم معنا الإخوان أول بركاسة بأغبال سخمان طلب الكراسة لجمعية أطلس خصوصا لهذ البارات باش ان السيارات يحترموا المكان المخصص للراجلين. كما كتشوفوا الكراسة والصباغة كذلك درنا حتى الصباغة مجموعة ديال الأسوار أغبال سخمان. والآن كما كتشوفوا مشروع آخر هو مشروع البركاسات. شحال بركاسة؟ 16 بركاسة. هي أول بركاسة مع با خالد با مهدي. معنا كذلك محمد ابو عنان عضو في لجنة البيئة، ها هو جات هو باش يخدم معنا اللصاقات نلصقوهم. اكرا على با محمد. النظام ان شاء الله درتها مزيان ان شاء الله. بارك الله عليك. هذه هي المرحله النهائيه كما كتشوفوا معنا البركاسه من بعد ما تركبات. هذه اول بركاسه، باقي ان شاء الله 16 بركاسه اخرى هي تركبوا في الايام القادمه. وللتذكير ها هما الكراسه جوج حطيناهم هنا حدا النادي، و36 كرسي اللي كاينين كاملين لصقناهم في مختلف الاحياء باغبله سخمان. ولا بغيت تشوفوا المراحل وكذلك الاخوان اللي خدموا في هذا العمل التطوعي، نحط لكم الرابط ديال الفيديو في صندوق الوصف. وكذلك ها هو الفيديو هيطلع لكم هنايا. فرجة ممتعة والى اللقاء.